برحب بحضراتكم مرة تانية، وبشكل سريع كده نشوف ايه اخر اخبارنا. طبعا اهم خبر، ويمكن ده الخبر اللي اليومين دول ولغاية الزيارة ما تحصل هو اللي هيكون الخبر الاهم على الساحة، وهو طبعا الرئيس السيسي وجه وجه الرئيس دونالد ترامب، انا بتكلم عن زيارة الرئيس السيسي سوري، وجه الرئيس دونالد ترامب دعوة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الولايات المتحدة، وده هيكون يوم 3 من شهر ابريل المقبل. هتكون كمان اول زيارة رسمية بيقوم بها الرئيس السيسي للولايات المتحدة، وده منذ انتخابه رئيسا لمصر في 2014. من المنتظر ان يجري الرئيسان مباحثات مهمة بالبيت الابيض حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أرحب من التعاون والتشاور فيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية. معنا على التليفون الأستاذة جيلان جبر، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس المصري للشؤون الخارجية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ جيلان، ليكي وحشه. وحشتوني جدا. يلا قريب ان شاء الله تنورينا بقى، لازم استوديو جديد. واضح يعني طبعا زي يمكن ما اشرت في الاول ان ده اللي هيكون الخبر الاهم على الساحه في الوقت الاخير، وطبعا لان ده يعني اول زياره للرئيس السيسي، وفي نفس الوقت يعني زياره بعد غياب لمده كبيره جدا رؤساء يعني عديد من الرؤساء المتعاقبين. يمكن كانت اخر زياره للبيت الابيض زياره رسميه كانت في 2009. شايفه اهميه الزياره ايه، وايه اهم الملفات اللي ممكن تكون مطروحه من هذه الزياره؟ تفضل. هذه الزيارة هتكون الزيارة الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس ترامب، وهذه الزيارة مهمة جدا لأنها تأتي في توقيت هام بعد القمة العربية، وده هيكون ينقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أجندة عربية جديدة وهوية عربية يتم الاتفاق عليها في هذه القمة، حفاظ على القضايا العربية الأساسية وهي القضية الفلسطينية، الحفاظ على هوية الدول العربية، وإثبات أن مصر هي من استطاعت وحدها أن حاربت الإرهاب، وهي وقفت دائما بمؤسساتها أمام كل التغيرات التي حدثت في المنطقة، ونجحت في الحفاظ على حدودها وهويتها وشعبها وأرضها. احنا كنا في مرحلة قاطرة جدا، استطاعت مصر بمؤسساتها القضائية والعسكرية والسياسية أنها تحافظ على هذه الهوية. طبعا الجيش المصري اثبت قدرته على الحفاظ على الدوله. طبعا احنا هنا بننقل هذه الصوره للولايات المتحده الامريكيه بشكل اساسي، وهو قدره مصر على الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقه. وده طبعا امام الرئيس دونالد ترامب الذي قال في اخر اجتماع بالكونجرس ان هو امامه استراتيجيه جديده للولايات المتحده الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط. هذه الاستراتيجيه تتطلب ان هو يعيد علاقاته بالدول الكبرى وحلفائه القدامى في المنطقه، بعد ان اصاب يعني العلاقات المصريه الامريكيه كثير من التوتر وكثيرا من يعني الجفاء نقدر نقول، هذا انعكس على مصالح الولايات المتحده الامريكيه. دونالد ترامب يحمل يعني نقدر نقول اهداف جديده، اهدافه الجديده هي مصالح وارقام يتم تحقيقها علاقاته المهمة بمصر، لأن مصر هي التي تستطيع أن تحقق له الاستقرار للمنطقة، الأمن في المنطقة، والأمن في المتوسط. يعني مهم جدا. طب ده بالنسبه لنا احنا اهميه هذه الزياره، بمعنى يعني هل ممكن استغلال هذه الزياره لطرح ملفات مهمه زي المكافحه المشتركه للارهاب، زي الهجره الغير شرعيه بعمل استثمارات هنا، جذب استثمارات لمنع الهجره الغير شرعيه، زي مثلا اعتماد الملف القضيه اعتماد الاخوان كجماعه ارهابيه، يعني العديد من الملفات الهامه بالنسبه لنا احنا كمان، هل ممكن استثمارها من خلال هذه الزيارة؟ عشان بنقول لها يعني هي الزيارة تقوم على استراتيجية جديدة تحكمها مصالح وأرقام، زي ما احنا عندنا هناك مصالح ان هذه الزيارة تتم لاستفادة مصر بتحقيق استقرار، وان الاخوان يكونوا على الاجندة الارهاب على اجندة الارهاب، وانه يكون هناك ايضا مصالح مشتركة بين الدولتين من استثمارات تربط بين البلدين، استثمارات اقتصادية واستثمارات امنية، لانه
مصر كدولة حافظت على استقرارها وحمايتها من الإرهاب، ده هينقل للإدارة الجديدة الأمريكية قدرة مصر. المصالح هنا ترتبط بقدرات، إذا لم يكن لك أوراق وقدرات الإدارة الأمريكية لن ترتبط إلا مع حلفائها الذين يملكون قدرة وليس الكلام فقط. هناك في قضية سورية مهمة جدا، ومدى نقدر نقول مدى وجهة نظر مصر اللي أثبت إنها بالحل السياسي وليس فقط بالحل العسكري. حماية الوحدة السورية وشعبها ده كان دايما هدف مصر، وده اللي ثبت بعد فترة طويلة إنه الحلول العسكرية لن تفيد ولكن حماية الشعب والدولة في سوريا. نرجع نقول أيضا التحركات الأخيرة لمصر مع الدولة العراقية ورجوع الهوية العربية للعراق، ده كله أوراق مهمة تملكها مصر، عشان كده احنا ممكن نحقق مصالح استراتيجية مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مصالح استثمارية مهمة وعودة استثمارات كبيرة، عودة السياحة أيضا ده مهم جدا، عودة طبعا القضية الفلسطينية للواجهة بالظبط. ده كان سؤالي بقى، القضية الفلسطينية وخصوصا احنا شفنا في يمكن فترة الانتخابات كان موقف الإدارة الأمريكية الجديد من القضية الفلسطينية ونقل السفارة، يمكن من الملفات اللي ممكن يكون فيها إلى حد ما اختلاف في وجهات النظر. أنا أظن أن لا يوجد خلاف إذا أنت يعني تمسكنا بالاستقرار، لن يكون هناك استقرار كما يقول الرئيس إلا بحل هذه القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، لأنه استفزاز الشعب العربي داخل السفارة استفزاز بس مش الفلسطينيين ولكن الشعوب العربية، ده هيزيد من العمليات الإرهابية وهيبرر لها، وعشان كده إحنا يجب أن نسرع بحلول سياسية ونسرع بحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين. جزيل الشكر الأستاذة جيلان جبر الكاتبة الصحفية عضو المجلس المصري لشؤون الخارجية، ومرة تانية بالتأكيد الزيارة دي هتبقى هي الخبر الأهم والأبرز، وإحنا بالتأكيد في انتظارها وهتكون فيها تغطية كبيرة إعلامية سواء بوفد إعلامي أو كمان في كلام إن هيبقى في وفد من البرلمان ممكن يكون موجود في زيارة العديد من الشخصيات العامة. زيارة هامة، وأنا أعتقد الجزئية المهمة جدا برضو زي ما دكتور أستاذة جيلان كانت بتتكلم هي فكرة الملف بقى السوري او الملف الدول المعقده عندنا او الملفات المعقده في المنطقه. اتمنى مع السياسه الامريكيه المختلفه، مش هقول المتغيره، هنقول المختلفه في او تحت قياده يعني دونالد ترامب، ان هي تكون الى حد ما سياسه بتحل مش بتعقد اكتر. نتمنى نشوف حل للقضيه السوريه والقضيه الفلسطينيه والوضع في ليبيا والوضع في العراق، يعني ملفات كنا بقالنا كتير جدا بنسمع مفاوضات ومناقشات حولها لكن ما فيش حل اساسي تم التوصل إليه. نتمنى مع هذه السياسة المختلفة الأمريكية أن يكون هناك فعلا يعني حل حقيقي أو مساعدة لإيجاد حل حقيقي لهذه الملفات.